خبر ايه؟ مش هتفطر؟ ماليش نفس. بالشر عليك، ده انا هاكل معك عشان افتح نفسك. عبد الحكيم حقك علي، كان غصب عني، كنتش شايفه قدامي غير اني عايزه اقهر قلبها زي ما قهرتني. جبرية نعمين النهارده مش عايز اسمع الكلام المنسخ ده. ها؟ ولعلمك كريمه وبناتها هيقعدوا هنيه في البيت زيهم زيك ويمكن اكتر كمان. وماله؟ ده انا اشيلهم على راسي عشان خاطر عيونك. اقول لك على حاجه، من دلوك لحد ما اموت انا ما عايزاش من الدنيا الا رضاك علي. جبريه نعمين كفايه لحد كده. لا لسه ما كفاياش، انا عايزه منك حاجه. طلعنا حج، عايز ابقى حاجه وتعالى حج معايا. وماله؟ على الاقل نغسل ذنوبنا. يا ريت، ونرجع زي البفته البيضة وننفض كده الهم والغمه من قلوبنا، ولحد ما اموت تناديني اقول لك شبيك لبيك. يلا يلا لقمه هي، وعيش فرنجي كمان احط لك من ده، جبنه انت تحبها دي. يلو 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 يلو. استنى يا عبد الحكيم، استنى، اوعى تاكل من ايدها حاجه، احنا مش ضمننا، ممكن تكون حاطه لك حاجه تضرك ولا سم ولا ايه. تتجننت يا كريمه؟ واتجننت ليه؟ مش جديد عليها، هي مش قبل كده قتلت دلال وعبد الله اخوك؟ هيرجع للكلام الماسخ ده تاني؟ تاني وتالت، تاني وتالت يا عبد الحكيم، ما تاكلش من ايدها حاجه صدقني. شفت؟ شفت انا كنت لسه بقول لك ايه وهي بتقول ايه؟ يا رب انت عالم باللي في قلبي واللي في قلبها، وانا لو كنت ناوي اذي حد ربنا يخسف بينا البيت ده. ها؟ اها؟ ايوه. عسل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ، فوضت امري لله. فيكي اشوفك يوم. هساعدك. شوف يا كريمه، اؤمر يا كبير. انت هتقعدي هنا في البيت، بس اللي اقول عليه يتنفذ بالحرف الواحد. وانت وهي ما اسمعش كلمة واحدة، اللي حتكون كلام مش عاجبني حتفنها مكانها قسما عظما، اقطعها 100 حتة. ولا تفتكري ان انا عشان عاجز مش حقدر اعمل كده. لا، ده انت تعمل كده ونص وثلاث ارباع. الله، اللي يقتل صاحبه واخوه يقتل اخته يا كبير. خلاص الكلام ده انتهى خالص، فاهمة؟ مروان! مروان! أيوة يا أبوي. تعالى يا ولدي. حاضر يا أبوي، حاضر. تعال. أيوة يا أبوي. لكريم ولمك يخرجوا برا البيت ويشوفوا الشارع، ها؟ حاضر. واللي تتكلم أو تنطق احبسهم، ما يخرجوش برا البيت خالص، فاهم؟ حاضر يا ابوي، حاضر. انت مالكش حكم عليا يا عبد الحكيم؟ ليا يا كريمه. بأمرت ايه؟ أمرت انك مرتي. ومن امتى ان شاء الله؟ من دلوك. ومين قال لك ان ده هيحصل؟ اعتبري حصل يا كريمه. لا، انت باين عليك الجنان. اخلص. لا لا لا، نزل ايدك. لا يا ابوي، نزل ايدك عليا، فاهم؟ يا ابوي مران، تحبس كريمة وأمك في الأوضة، كل واحدة يتحط قفلة على أوضتها وما تخرجش منه. لو واحدة خرجت من أوضتها حقتلك أنت، وهم فيش واحدة تخرج إلا عشان تقضي حياتها، فاهم؟ حاضر حاضر يا أبوي، حاضر. تعالي عشان خاطري، تعالي خلاص، تعالي 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 خلاص. نازل يدك منك. إيه؟ مروان خدها من قدامي. تعالي تعالي عشان خاطري. ماما في ايه يا ماما؟ ايه همك؟ عايز يضربني ويحبسني في الاوضه. ايه؟ عشان خاطري، عشان خاطري يا مرات عمي، عشان خاطري. مروان ما اسمعش مرات عمك، اسمع مرات ابوك. عشان خاطري تعالي تعالي تعالي. اوعي
كريمة اهدي اهدي واسمع الكلام. اسمع الكلام ليه؟ كسر عيني ولا مسك لي زلة؟ قال يجوزني قال انا مش عايز اتجوزه. هذا اللي قلت، هذا اللي قلت. واسمع يا كريمة، لو ما طلعتيش دلوقتي من قدامي حتفينك مطرح ما انت واقفة. مروان انت فاهمة ولا لا؟ يلا خدها على فوق، طلعها على فوق. تعالي اهدى عبد الحليم، مش عايز اسمع حد، مش عايز ولا كلمة. ناوي على ايه يا اخو؟ انت مش عايز حد يتكلم، مش عايز حد يتكلم خالص. واللي اقوله سيف على رقابيكم كلكم، واللي حتنطق بكلمة حتفنهي دي ترصاصة، ومن غير عرض ومن غير كفن كمان. وانت كده بقى تبقى حليت كل حاجة؟ انت ما تتكلميش خالص. ليه انا ما اتكلمش خالص؟ غوري من قدامي، غوري جابتك. سيبهم يمشوا يا ابوي. اسمع كلام بنتك يا ابوي. لا ابني ولا بنتي، خلاص مش عايز اسمع حد يتكلم خالص، فاهمين؟ على فكرة انا كلمت دكتور في مصر وقال لي انه حيسفرك برا، برا بيعالجوا الحروق. ايوه ويجيبوا نتيجة كويس وحترجع أحسن من الأول كمان. طب يا ريت تسأله كمان إذا كان يعرف يعالج الحروق اللي في قلبي وروحي ولا لا. عايزين تشوفوني ميت، عايزين تشوفوني خارج على ظهري. سيدي مش هيحصل يا فوزي، مش هيحصل، اللي حقوله هو اللي حيحصل، فاهمة؟ أبوي أنت عايزة إيه؟ إيه؟ عايزة تهربي؟ عايزة تروحي مع فتحي؟ عايزة أهرب يا أبوي، عايزة أهرب من البيت اللي مليان حقد وغل وكراهية. يا فين العيلة دي؟ فين؟ فين البيت اللي الواحد لما يبقى مخنوق يجري يحتمي فيه؟ أنتوا إزاي مش شايفين كل ده؟ إزاي؟ شمس رتال هي اللي زقتك من هالسلم. انطلق هي